بسم الله الرحمن الرحيم، متواصلين مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم في انطلاقات صباح هذا اليوم. ينطلق الشوط الثامن من مجموع اشواط الفتره الصباحيه الخاصه بهذا اليوم. هذا هو رابع اشواط الزمول، ينطلق على بركه الله وحفظه بمشاركه 26 بعير متواجده في هذا الشوط. اتمنى لها جميعا التوفيق والنجاح، وسنتعرف ايضا على سيد الزمول وبطلها في هذا الشوط، ما سيتقلب على هذا العدد الكبير. المركز الاول، المركز الاول عجلان، تعود ملكيه عجلان لعبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن التميمي على المركز الاول، وفي صداره الشوط يليه الحنيش ماجد بن سلطان الجفالي النعيمي. ننتقل من المركز الثاني إلى المركز الثالث، ومن يتقدم ويتحرك الشفاف لحمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، الذيب بندر بن سعود بن حماد المطرفي على المركز الرابع. وننتقل من الرابع إلى الخامس، ومن يحتل المركز الخامس سند، تعود ملكيته لحمد بن محمد بن مبارك بن جهويل. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم للخمسه المراكز المتقدمه الاولى في هذا النداء وفي هذه الاذاعه. نعود الى مقدمه الشوط والى التغيير، او ما زال على مقدمه الشوط عجلان عبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن التميمي في عجله من امره. عجلان ينطلق في هذا الشوط ويحتل المركز الأول، ولكن المضايقة وأيضا الضغط على عجلان من قبل الحنيش لماجد بن سلطان بن جفال، أو لماجد بن سلطان بن ناصر الجفال النعيمي على المركز الثاني. يضايق ويتسلل في هذه اللحظات، يضايق عجلان ويتقدم ليسحب من تحته البساط، يتقدم إلى المركز الأول. هذا هو الحنيش ماجد بن سلطان الجفال النعيمي، ينتقل إلى المركز الأول، انتقال ممتاز إلى صدارة الشوط. المركز الثاني عجلان لعبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن التميمي، احتل المركز الثاني في هذه اللحظات. ننتقل لنتعرف إلى المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات، الذيب بعد أن كان في المركز الرابع، أو عادة اللي من هناك الشفاف، عاد إلى موقعه المركز الثالث، إلى موقعه في بداية النداء. وتنافس ما بين الشفاف على المركز الثالث لحمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري، والذيب لبندر بن سعود بن حماد المطرفي على المركزين الثالث والرابع. المركز الخامس يصل ويتقدم الكايد في أول نداء، تعود ملكية الكايد لبخيت بن محمد بن بخيت آل بحيح. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. نعود إلى معركة وهدير الزمول على المركزين الأول والثاني. ما تبادل المراكز، تبادل ما بين عجلان وما بين الحنيش، وتبادل صباحي في هذا الشوط ومن بداية الانطلاق، والاثنين يتنافسون على هذا المركز، يتنافسون على هذا المركز. باقي مسافة، باقي مسافة طويلة يا مضمرين، يا مضمرين، يا عمالقة التضمير، يا من تقفون خلف عجلان والحنيش. ما زالت المنافسة وبدأت مبكرا في هذا الشوط. يا سلام، يتقدم في هذه اللحظات الحنيش ليختطف المركز الأول من تحت أقدام عجلان. تعود ملكية الحنيش لماجد بن سلطان بن ناصر الجفالي النعيمي. المركز الثاني عجلان من الجانب الآخر، يرقص ايضا رقص ممتاز في هذا الشوط لعبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن التميمي. ننتقل الى المركز الثالث، المركز الثالث، ومن يتقدم الكايد لبخيت بن محمد بن بخيت آل بحيح. اخر خمسة كيلومترات، اول ثلاثة كيلومترات تنقضي مشاهدينا الاعزاء من مسافة الشوط. وننتقل الى المركز الرابع، من يتقدم الذيب بندر بن سعود بن حماد المطرفي على المركز الرابع في هذه اللحظة، بينما المركز الخامس الشفاف، الشفاف، الشفاف اللي يريد أن يتسلل تسلل ناعم وشفاف، ناعم وشفاف إلى المراكز الأولى. هذا هو الشفاف
لحمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء وعلى الهواء مباشرة للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في شوط يحمل 26 مشارك، والنداء للخمسة المراكز الأولى. إذن 21 خارج النداء، خارج النداء 21، وننتظر دخولها، ننتظر دخولها، ننتظر دخولها إلى دائرة وعالم النداء والإذاعة وإلى المراكز الأولى. ونرحب أيضا بالقادمين لنا في الفايف ستار وفي المراكز المتقدمة الأولى. إذن شهدنا وإياكم في هذا السباق المحلي السادس توقيتات زمنية قياسية سجلت معنا من مسافة 8 كيلومترات، وكذلك في سن الصغار، وهذا دليل وخير دليل على استعداد جميع المشاركين للمنافسات الموسمية الختامية التي على الأبواب، بداية مع سباق المؤسس في الشهر القادم. في الشهر القادم نتمنى التوفيق والنجاح والسداد لكل المشاركين، وأيضا سباق اليوم الوطني وغيرها من السباقات القادمة هنا في على أرضية ميدان الشحانية، وأيضا في دول مجلس التعاون الخليجي. الإخوان الخليجيين ينتقلون بالسباق من مكان إلى مكان. يا سلام يا سلام، الأربعة كيلومترات الأخيرات عودة إلى مجريات هذا الشوط بعد هذا الفاصل. على قولة أخوي العزيز أبو علي مطلق العنزي، نعود بعد هذا الفاصل إلى مجريات وأحداث وتداعيات هذا الشوط. المركز الأول الشفاف حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري على المركز الأول انتقل بالفعل انتقال ناعم وشفاف وسلس إلى المركز الأول. هذا هو الشفاف لحمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري. هالي الناصرية عودهم على الفوز، شعار بن كليفيخ عودهم على الفوز وعلى المراكز الأولى. هذا هو الشعار الغني عن التعريف على المركز الأول حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري. المركز الثاني الكايد لبخيت بن محمد بن بخيت آل بحيح على المركز الثاني الكايد. المركز الثالث شاهين، أول نداء لشاهين لمحمد بن صباح بن سيف آل ماجد النعيمي، يتقدم في أول نداء له مباشرة إلى المركز الثالث. المركز الرابع ما زال فيه الذيب يحتفظ بهذا المركز منذ الانطلاق، هذا هو الذيب لبندر بن سعود بن حماد المطرف على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم السنافي في أول نداء لمحسن بن حزام بن راشد بن نديلة، وهو سنافي 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 يا محسن، أتمنى له التوفيق. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء حبلنا الكريم، ونعود إلى مقدمة الشوط. ما زال فيها الشفاف، ما زال في المقدمة وعلى الكادر الفوقاني. هذا هو حمل الرقم 6 من الجانب الآخر، الشفاف لحمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري. آخر 3 كيلومترات بدأت الزمول تطوي أرضية الميدان طي باتجاه خط النهاية. الفوز 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 لمن؟ الفوز لمن؟ يتقدم الكايد ويتسلل بخيت بن محمد بن بخيت آل بحيح مع الكايد. يلا يا ابو محمد ركز بهذا الشوط. المركز الثاني عاد الشفاف الى المركز الاول يتقدم ويصارع هذه الزمول. المركز الثالث شاهين لمحمد بن صباح بن سيف آل ماجد النعيمي، شكله جميل وأداءه أجمل. شاهين اللي على المركز الثالث والعصا قوس نشاهدها كما تشاهدونها أعزائي المتابعين، ينطلق انطلاق ذاتي وتلقائي على المركز الثالث، نتمنى لها التوفيق في هذا الشوط وفي هذا اليوم. المركز الرابع الذيب، الذيب وهو ذيب على المركز الرابع محتفظا بهذا المركز من بداية الانطلاق، ما عليه من التغييرات ابدا ابدا ابدا، تغيرت اسماء تاخرت اسماء وتقدمت الاخرى، والذيب يحتفظ بهذا الاسم، يحتفظ بهذا الاسم، وسينقض في الامتار الاخيره الى صراع الزمول. سيتقدم بطبيعه الحال، سيتقدم مما لا شك فيه من خلال هذا الانطلاق الممتاز. بندر بن سعود بن حماد المطرفي تعود ملكيه الذيب، التضمير مع محمد الحسن عبد الله الحاج. المركز الخامس أول نداء لعناد، ومرحبا بهذا القدوم من عناد، من يتقدم صاحب انطلاقات قوية في هذا الموسم عناد. تعود ملكية عناد لسعيد بن مبخوت بن محمد
بن مسعود ومرشح أيضا لاختطاف المركز الأول. الكيل وين مترين الأخيرين؟ أسماء عملاقة تحضر في هذا الشوط، ضايع بينها الترشيح، ضايع بينها الترشيح. هذه الزمول فحول المستقبل، بنوك الإنتاج، بنوك الإنتاج، البنوك الأصلية، بنوك الإنتاج. يا سلام، اللي تجيب البكار وتجيب القعدان السبك، اللي تروح في التسعيرات وتأخذ السيارات. هذه اللي الفحول، هذه الفحول. أتمنى لها التوفيق. الشفاف على المركز الأول، حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري يحلق شعاره على المركز الأول. يلا 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 يا راعي الشفاف، يلا يا راعي الشفاف. ما باقي إلا 1500 متر الأخيرة. حافظ على هذا التقدم، حافظ على هذا التقدم. وبانت أعزائي الحاضرين، بانت المنصة الرئيسية وأيضا برج المراقبة والأعلام، أعلام الدورة. ما باقي شيء، ما باقي شيء. المركز الثاني يتقدم عناد سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود على المركز الثاني. المركز الثالث يصل الذيب، يتقدم إلى المركز الرابع، ينتقل إلى الثالث بندر بن سعود بن حماد المطرفي. يلا يا الحاج. المركز الخامس اللي انتقل إلى الرابع وإلى الثالث مباشرة. يا سلام، أول نداء لممثل أبناء العوينة، الفارس 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 محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. وهذا هو شعار مدهش وشعار مرموقة وشعار الذيبة في هذا اليوم، يتقدم على ظهر الفارس. يا سلام، المركز الرابع الذيب، المركز الخامس من القادم على خامس المراكز؟ نشوف المركز الخامس. وسنعود إلى مقدمة الشوط السنافي، محسن بن حسام بن راشد بن ديلة، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. بالفعل بالفعل عناد من أقوى المرشحين. الكيلو متر الأخير وينطلق عناد كعوائد عناد كعادته دائما في الأشواط القوية. هذا هو عناد، ولكن الفارس خطير، الفارس خطير. عناد والفارس لمن الشوط يا مضمرين يا متابعين. يا سلام يا سلام، ما زال على مقدمة الشوط عناد سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود، ولكن الفارس ينطلق، الفارس ينطلق كما انطلق مدهش في صباح هذا اليوم. يا سلام، يتسلل الفارس ليختطف هذه النقطة القالية والثمينة اليوم. بو منصور شعار حاضر بقوة، حاضرين هل العوينة، حاضرين متواجدين. الله، بنهني بنهني. إذن الفارس هو بطل هذا الشوط بعد اختطاف الشوط الرئيسي لهذا الشعار، صائد الرموز، صائد الرموز. إذن عناد، وهنا الفارس مشاهدينا الأعزاء على المركز الأول. يا سلام، عناد خطير يحاول يرفع راية التهديد، ولكن الفارس، ولكن الفارس قفل الشوط، قفل الشوط. تهانينا والناموس لمالك الفارس، تهانينا لمحمد بن غانم بن منصور سيف الخيارين، صائد الرموز يصطاد هذا الشوط. تهانينا والناموس، وسلام يا العوينة، سلام على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني عناد لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود، احتل المركز الثاني. هذا شعار معروف، شعار الطبيب اللي على المركز الثاني. المركز الثالث هملول لفهد بن محمد بن سالم بوشهاب المري على المركز الثالث. المركز الرابع صابر احتل المركز الرابع لعلي بن سعيد بن محمد بن قحيز. المركز الخامس مكفي العلي بن راشد بن محمد الخاطر. تهانينا والناموس لكل الفائزين. هذا هو الفارس وحضور قوي من شعار صائد الرموز في صباح هذا اليوم. 13 دقيقة 36 ثانية، 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين، يختطف ناموس الشوط بجدارة واستحقاق. المركز الثاني عناد اللي ما قصر في هذا الشوط، 13 دقيقة 40 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عناد سعيد بن محمد أو سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود. المركز الثالث تهانينا وناموس يا بن مسعود. المركز الثالث كان الوصول من هملول، وتوقيت هملول 14 أو 13 دقيقة 43 ثانية أو 48 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملول فهد بن محمد بن سالم.